جمال، بحسب مواقع إخبارية قريبة من حزب الله فإن هذا المنشور هو عار عن الصحة. هذا المنشور كان قد تم إلقاؤه من قبل الجانب الإسرائيلي خلال حرب تموز يوليو عام 2006، وبالتالي هذه التحذيرات ليست صحيحة فيما يتعلق بالمنشور. ولكن بطبيعة الحال هناك متابعة للتصريحات الإسرائيلية بشأن لبنان، خصوصا مع تصاعد وتيرة هذه التحذيرات وهذه التهديدات في الساعات القليلة الماضية بعد هذه العمليات التي تمت اليوم وهذه المواجهة التي حصلت طيلة هذا النهار. 6 عمليات تحدثت عنها بيانات حزب الله استهدفت نقاط عسكرية وأمنية إسرائيلية. نتحدث عن استهداف ثكنة زرعيت مرتين اليوم، واستهداف أيضا دوفيف مرتين اليوم، إضافة إلى استهداف بركة ريشة وموقع المنارة من قبل حزب الله. هذا إضافة إلى تبني كتائب القسام عملية إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة في الجليل الغربي. كان هناك رد إسرائيلي، أو حتى كان هناك اعتداء إسرائيلي منذ فجر هذا اليوم. 3 غارات نفذها الجانب الإسرائيلي على بلدة عيت الشعب هنا في القطاع الأوسط. مئات القنابل أو القذائف الفسفورية رماها إن كان في بليدة أو ميس الجبل أو أيضا في بلدة يارون، التي زاد عدد القذائف التي تم رميها على بلدة يارون 250 قذيفة فسفورية. كان هناك أيضا استهداف بالمدفعية لبلدة يارون، وكان هناك سقوط لجريحين بالشظايا التي أتت من خلال هذا القصف، إضافة إلى تضرر العديد من المنازل في عدد من المناطق في الجنوب اللبناني. أكثر من 15 بلدة تم استهدافها اليوم في هذه العمليات التي نفذها الجانب الإسرائيلي، إن كان في القطاع الغربي بعد الظهر بعد إطلاق الصواريخ، أو في القطاع الأوسط طيلة هذا اليوم، إضافة إلى القطاع الشرقي الذي تم استهدافه أيضا. العديد من المناطق التي لم تكن تستهدف في السابق باتت أيضا اليوم تحت نيران الجانب الإسرائيلي. بلدة القليعة التي كانت محيدة عن هذا القصف تعرضت لغارة اليوم، والأسبوع الماضي أيضا تعرضت لقصف إسرائيلي بذريعة أن هناك إطلاق صواريخ من هذه المنطقة. وبالتالي أيضا هذه العمليات وصلت حتى إلى مرتفعات كفر شوبة المحتلة، ولكن أيضا إلى مناطق فيها مدنيين ومنازل للمدنيين داخل البلدات الحدودية في جنوب لبنان.